شرف لي اليوم باش ننتخب رئيس مقاطعة عمر السلطان، وبغيت نشكر مكونات المجلس مستشارات المستشارين على الثقة اللي وضعوا فيا، وعلى كذلك الثقة ديال الأحزاب المكونة للحكومة والحلفاء، واللي عطاوني التزكية باش نسير هاد المقاطعة ديال عمر السلطان. وانتم كتعرفوا بأن أنا من شحال هادي وانا كنحلم باش يكون عندي واحد اليد في تدبير وتسيير مقاطعة عمر السلطان، لأن أنا ولد عمر السلطان، تاديت فيه، قريت فيه حتى للبك، وهاجرت لفرنسا باش نكمل الدراسة ديالي حتى للدكتوراه الحمد لله، ورجعت المنطقة ديالي باش نحاول حتى أنا يكون عندي واحد بصمة اللي نقدر نعاون بها السكينة ديال عمر السلطان في جميع المجالات. هذا 20 عام ديال التكوين السياسي والعمل السياسي اللي باشرته منذ البداية الانتخابات الأولى في 2003، ومجلس النواب كذلك أعطى الحمد لله أعطانا واحد تجربة وأعطانا واحد طريقة ديال حتى التسيير والتدبير ديال مجلس النواب، وحتى في المقاطعات من خلال باش كنا نواب ديال الرئيس، والطموح ديالنا كبير بالنسبه لهذه المنطقه من جميع النواحي، لان كنعرفوها وكنعرفوا الخصائص اللي كاين، الهشاشه اللي كاينه، المشاكل اللي كاينه، الاوراش اللي كاينه. بحال الا بغيتي تقول غادي نحطوا واحد الصفحه بيضاء ونحاولوا باش نشوفوا شنو هو اللي مستعجل باش نقوموا به، هو الاول نقوموا بما هو مستعجل باش يبان على ارض الواقع، وكذلك يكون عندنا واحد البرنامج مسطر على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، يكون عندنا واحد الرؤيه لهذه المنطقه اللي هي صراحه كنفتقدوا فيها الوعاء العقاري، وكاين بعض الاشياء اللي هي كنفتقدوها في هذه المنطقه. ولكن الحمد لله مع المكتب اللي الحمد لله واحد المكتب اللي كنظن بانه منتجم، غادي نديروا اللازم باش ناخذوا تكون عندنا واحد الرؤيه واضحه للمنطقه، وكذلك شنو الخصائص اللي كاين لبنى حمية السكينه كانسان كاشخاص، وكذلك البنيه التحتيه الى اخره من الأشغال اللي خصنا نباشروها في أقرب الأجل. هذا هو المهم. الشكر لكم الصحافة لأن تقوموا بواحد المجهود، الحمد لله في السلطان معروفين وخارج مر السلطان تيكونوا صحافة اللي هي نوعية، وكتعطينا الفرصة باش نوضحوا الساكنة العمل ديالنا، وكاين البوابة الإلكترونية كذلك اللي غادي نشرو فيها الأنشطة اللي كاينه وكل الإجراءات اللي غادي نقوموا بها ان شاء الله.